ما بعرف قديش في حقائق قاسية بهالأيام يجب أن تقال أو يجب أن تعلن. هل بتلاقي أنه في الكثير من الحقائق القاسية اللي يجب أن تقال للناس؟ قلناها في الماضي، ويعني لم يكن كمان طريقة خطابتي كمان كانت قاسية، يعني بس بظروف مختلفة قلناها في الماضي. لكن لست أدري اليوم، يعني المشكلة اليوم الحقيقة المعيشية أقسى من الحقيقة الكلامية. يعني الحقيقة المعيشية لم يصل للبنان إلى هذا الدرجة من التراجع، لذلك اليوم ربما الناس هم في غير مجال، والسجال السياسي الذي لا يفهم البعض من الرفاق في الحزب لماذا أبتعد، أحاول أحيانا فيها فوات بيغلط، مين ما بيغلط، بس دائما بقول السياسي فن الممكن مش فن المستحيل. شفنا صورة كمال جملات، هلأ كان مع سليمان فرنجية مع بيير جميل مع المير مجيد بوزارات معهم، كان بوزارات أو بلقاءات، كان يعرف فلقة اللحظة التاريخية للتسوية، ما كان عنده فن الذهاب إلى الآخر، وكان يعرف الحقائق اللبنانية الداخلية. ما فيك تصلح النظام إلا من الداخل. بس هلا مين بدك رفقة؟ أنا ذاك كان في رفاق، كان في مثقفين كبار كانوا يختلفوا، يمكن عم بيقول قال كلمة جوهرية عزت صافي، بأن يعني فؤاد رزق كبير الرفاق والمحامين نصحوا بعدم استخدام إلغاء الطائفية. إلغاء الطائفية كانت ثورة. كان فؤاد رزق بيعرف التوازنات الداخلية، وكمال جبلات أيضا، بس بالآخر كان طموحه أن يخرج من هالشرنقة، أن يخرج من هالشرنقة الطائفية ويخرج لبنان. لو أخرج لبنان آنذاك لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. هذا حلم لم يتحقق، لا. ويبدو أنه مازال بعيد المنال. بس لما بتحكي حضرتك أستاذ وليد عن موضوع أنه من قبل كان في شركاء، اليوم ما في شريك، لا، هل بالنسبة لك لا يوجد شريك آخر تقدر أنك أنت وياه تلتقوا على مرحلة أو على هدف أو على تسوية؟ خلينا نتفق على شغلة، أقوم اليوم بالمراحل الأخيرة من دوري كرئيس حزب. أوكي. هلأ قلتها، سأنادي بخطوات تغيير في الحزب، مجلس قيادي جديد غير التوازنات السابقة، وبعتقد في وعي كافي عن جميع الرفاق في أن ينتخبوا مجلس قيادي جديد بدون العودة إلى تعيين. أنا ذاك عيننا نتيجة التوازنات المناطقية. بعتقد في وعي كافي عند الرفاق، وأنا متأكد من هذا الشيء، وأفتخر برفاقي، أوكي، وأفتخر بصلابتهم بأوز الامتحان. شو الامتحان كان؟ امتحان أن نذهب إلى الفوضى بمرحلة كانت تتطلب فيها فوضى. لا، ما ذهبنا للفوضى، حافظنا على رباطة الجأش والأعصاب. ثم القدر يختار والظروف تختار القيادة الجديدة للمختارة وللحزب. هذا مش أنا. بس يعني حضرتك اخترت. لا، ورفت. لا، القدر والرفاق. والرفاق والجيل الجديد، في جيل جديد في الحزب، نعم في جيل جديد، ما بوقع تحت الخوف، شو الحسابات الانتخابية البعض المسؤولين بالحزب او غير الحزب، انه طيب انه ما في عندنا، في عندنا جيل جديد، وفي في في منتقدين ينتقدوا. هل دائما يجب ان نكون يعني عندنا حصريه التمثيل ال 60% او 50%؟ مش الحال، نعود الى النخبه، نعود الى مبدا النخبه، الى الاقليه. بالعكس، عندما كان في جبهه النضال الوطني كان فيها معروف سعد، كمال جملات،
محمد عباسياغي، فريد جبران، عزيز عون، أنور الخطيب، كنا كان أقوى الكلمة من اليوم بالعدد أو من الحالة الحالية. كنا أقوى، كنا نتحدى، كان كمال جمهور يتحدى بهذا التنوع الذي حرمنا منه بهذا القانون الانتخاب اللعين الجديد. قبل ما نسمع السيد توفيق سلطان عم بيحكي عن رؤية كمال جملاط تجاه لبنان وعن معرفته بالشهيد كمال جملاط، بدي ارجع اسالك، هل تفتقد، يعني هل تشعر بانه ما في شركاء قادر انت وياهم تكونوا على نفس التوجه او على نفس الهدف في هذه المرحله من تاريخ لبنان؟ لا، ما في شركاء، في بعض اخر شريك. نعم، اخر شريك هو الرئيس بري، لأنه مع رئيس بري. طبعا رئيس بري مش من يتعرف على كمال جملاط، بس أنه بمرحلة تانية، لكن آخر شريك بالنضال الوطني والعربي هو رئيس بري. هلا فينا نطرح بديل علماني لطائفة للبنان، لا يستطيع. هو جزء من ثنائي شيعي، يعني الظروف حكمت عليه. لكن ما تنسى كمان هو ابن ثورة معينة، ابن ثورة موسى الصدر، ما تنسى. طيب بس هل ما تنسى؟ لا، ما تنسى. أوكي، اليوم ما نحصره بهالدائرة، أنه يعني دائرة ثنائي. هو ابن ثورة طويلة عريضة، أنا ذاك ثورة الحرمان. بس ماذا بقي اليوم من مبادئ هذه الثورة أستاذ وليد؟ يعني شو بقي منها؟ آخر هلأ بس أنا ذاك هو ابن ثورة. وكان معنا مع التضامن مع الحركة الفلسطينية. كان معنا، كان عربي، أسقطنا سوا 17 أيار.